بحب الشتل، بحب أحكي معها، بس تكبر وأحب أحكي معها، أظل يعني بفرح لها، بنبسط لها. قلتش لا أطلع ولا أشوف الناس ولا أشوف حدا، قاعد في هذا، بس البيت من يوم طلعت ستأطلع وأشوف النسوان وأروح معاهم وأحكي معاهم، تغيرت أشياء حلوة كثير في معايا، كثير حلوة كثير. أنا كثير مبسوطة في هالبيت عشان بشتغل في إيدي، أنا في إيدي، يعني لا أمي ولا أبوي ولا عمي ولا خالي ولا جدي ولا حدا إله في البيت غير نفسي، أنا بشتغل وبلعب بشتغل وبزرع فيه وبتطلع النبت الحالم فيه، يعني أنا بنبسط فيه أكثر. حسيت إني أنا صرت أحسن، يعني صرت أشجع أكثر، يعني أعرف الواحد الكويس والمش كويس، العاطل والمش عاطل، هيك أشياء يعني شجعني كثير البيت، كثير كثير حلو. اي شيء بتقول لي اياه المهندس على طول بشتغل وبعمله، ودربت اشياء كثير، يعني استفدت انا منه كثير اشياء، يعني بقيتش اول اعرف اشياء، صح بحب بقيت الزريعة اول شيء، بس في اشياء ما بقيت اعرفها الحين صرت اعرفها. يعني ابيع بعت الفلافل ومرة طعمت أهلي أو طعمت دار سيدي، اشتريت الفستان، اشتريت فستان هذا اللابس، اشتريت وشالة الحاجة بتنبسط عليها، يوم تشتريها متعبكي وشو اسمه تطلع الاشي وتبيعي وتشتري الحاجة متعبكي، تنبسط عليها أكثر ما هو جبلك ياها، صح أبوكي وبيجبلك وبيحطيك وبيسويك، بس غير سبحان الله تعبكي غير.